للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر مقلد، مدير تحرير الأهرام. أستاذ ماهر، تحياتي لحضرتك في البداية، وكما كنت تتابع معنا ومع السادة المشاهدين هذه التصريحات الأخيرة لوزير الصحة اللبناني، وهو يقول بأن يعني أعداد الوفيات تجاوزت 25 حالة، ربما تصل إلى 27 تحديداً، وأيضاً الإصابات ل 2500 جريح، يعني تداعيات الموقف، تفضل. طبعاً تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وطبعاً كل المساندة وكل التمنيات الطيبة للبنان وللشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. وطبعاً الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تضامن ومؤازرة ينتظرها الشعب اللبناني في هذا الظرف الصعب الذي يمر به. بالتأكيد الحادث اليوم حادث مروع، وكل التقارير وكل المؤشرات تشير إلى أنه حادث يعني انفجار ضخم جدا، كل سمع به كل سكان لبنان، سواء في الشمال في الجنوب في وسط لبنان كل مناطق لبنان، وامتد تأثيره حتى إلى قبرص إلى مسافة أكثر من 250 كيلومتر. التأثيرات طبعا تأثيرات يعني كبيرة جدا. المهم هو في هذه التوقيت هو السلامة للمصابين، لأن أعداد المصابين كما ذكر وزير الصحة اللبناني تجاوز رقم 2500، وهو رقم مبدئي بالتأكيد. حتى الآن رجال الإسعاف وفرق الإنقاذ تمارس عملها، صحيح، ولم يتم الحصر النهائي، كما أن أعداد الوفيات أو الشهداء جراء هذا الحادث حتى الآن يعني رقم 25، نتمنى أن يقف الرقم عند هذا الحد. لكن بالتأكيد لبنان الآن يعيش ظروف إنسانية صعبة جدا. طيب أستاذ ماهر، يعني كان هناك اتصال بنا في أكسترا نيوز مع وزير الداخلية اللبناني، وكان يقول أن الأسباب ما زالت مجهولة في هذا الحادث، ولكن أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن سبب المواد أو سبب هذا الانفجار ربما ينتج من بعض المواد التي كانت مصدرة منذ عام 2014، يعني علامة استفهام كبيرة حول هذه النقطة. ده أولا لغز كبير وعلامة استفهام كبيرة وكبيرة جدا، واللي تسبب في هذه الشكوك السرعة الرهيبة في تحديد سبب الانفجار، يعني بعد حدوث الانفجار بدقائق يعني خرجت أصوات رسمية تشير أن المفرقعات الموجودة في ميناء ومرفأ بيروت هي وراء هذا الانفجار. وبالتالي في الداخل اللبناني هناك رفض لهذه النظرية تماما، وربما تكشف الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل جديدة أو عن أسباب حقيقية لحدوث هذا الانفجار. ومن يتابع التصريحات الرسمية التي تأتي من البيت الأبيض الأمريكي، أن البيت الأبيض الأمريكي حتى الآن ينتظر النتائج الرسمية وينتظر الكشف عن ملابسات هذا الانفجار. وبالتالي نظرية يعني أجهزة تم مصادرتها قبل 6 سنوات ويتم الاحتفاظ بها طيلة هذا الوقت داخل ميناء بيروت، وهو يعتبر المنفذ المهم والوحيد والحيوي، لبنان لن أصبح بلا ميناء، لأن الميناء تدمر بالكامل وكل المناطق المحيطة بميناء بيروت تدمرت وتعرضت لانهيارات كبيرة جدا. والمستشفيات كما ذكر وزير الصحة لا تستوعب كل الأعداد، وهناك يعني طلب مساعدة من دول العالم من خلال مستشفيات ميدانية وإرسال فرق إنقاذ. كل هذا يؤشر إلى أن الوضع في لبنان وضع مأساوي، وأن الكارثة هي بمعنى الكلمة كارثة. والمحافظ بيروت يعني وصف الحادث أو الانفجار بأنه شديد ويشبه تماما ما حدث في هيروشيما في اليابان، وطبعا في اليابان حدث كانت قنبلة يعني نووية. صحيح أستاذ ماهر، يعني أنا أعلم جيدا أن حضرتك كنت مدير مكتب الأهرام في لبنان في السابق، يعني أكيد حضرتك عاصرت الكثير من الأحداث ومواكبة بعض التطورات التي حدثت في المشهد اللبناني العصيب، ولكن هذا الحدث ربما يصنف بأنه الأكبر والأعظم والجلل في المشهد اللبناني. إذن تعامل لبنان مع هذه الأزمة النوعية يعني ماذا عنها؟ ما الحلول التي يجب أن تكون حاضرة الآن؟
هو للأسف يعني للأسف الشديد لبنان الآن يفتقد إلى الحكومة صاحبة الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، خصوصا الأحداث الطارئة أو الأحداث الصعبة والعصية على التعامل الطبيعي. لبنان يمر بوضع سياسي مأزوم، أزمة اقتصادية خانقة. كان بالأمس استقال وزير الخارجية اللبناني ووسوط لبنان إلى الخارج احتجاجا على عدم تمكينه من ممارسة دوره كوزير الخارجية، وكانت يعني الأحداث تبعها كل العالم. وبالتالي الواقع الموجود في لبنان الآن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الحكومة الحالية قادرة على تجاوز أحداث أو تداعيات هذا الانفجار، لأن لبنان سوف تتضرر لسنوات مقبلة منه. وللأسف هو يتزامن يعني يوم الجمعة المقبل، يعني بعد أقل من 24 ساعة سوف تصدر المحكمة الدولية حكمها في جريمة اغتيال رفيق الحريري والتي وقعت عام 2005، واعتبرها البعض أنها الانفجار الأضخم الذي شاهده لبنان في السنوات الأخيرة. لكن الصدفة، وربما تكون صدفة غريبة جدا، أن يشهد لبنان اليوم في 2020 انفجار أكثر ترويعا. والكثير من الآراء تقول أن لبنان سيتغير بعد هذا الحدث الأليم الذي نتابعه الآن. أستاذ ماهر مقلد، مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.